حالة عمى في أحد المسرحيات، طليقته تطلقت منه بسبب هذا السبب، كانت صغيرة في السن وتزوجت من صبي بقال كان أفضل الأسرة المتبنية ببيته، بل إنهم قعدوا في الشقة معاه وعملوه معاملة سيئة جدا. أخته هي اللي كانت بتساعده في الوقت ده. ماري منيب وفاء سالم فوجئوا بالوضع ده في أثناء إحدى الزيارات. ماري منيب تدخلت وطلبت إنها تعالجه، عالجته في مستشفى الدمرداش فترة في كام شهر، وأثناء عودته من المستشفى فوجئ لقى إن طلع قرار إزالة للمنزل اللي الشقة موجودة فيه، بل إن كل القطع الأساس اتباعت عن طريق طليقته وزوجها. فسقط سريعا وراح قصر العيني، قالوا تصلب شرايين وأصيب بحالة من الهذيان وفقدان الذاكرة تماما. تدخلت الحقيقة السيدة وفاء سالم لدى النقابة ولدى محافظ القاهرة. محافظ القاهرة اداله شقة في المساكن الشعبية ب 280 قرش في الشرابية، وتدخلت عند النقابة صرفت له 20 جنيه بس بعد خصم 7 جنيهات متأخرات عليه في أقساط متأخرة في الاشتراكات. وتدخلت هند رستم لجمع حملة تبرعات. حملة تبرعات رئيس جهاز السينما اتبرع بتلفزيون يتفرج عليه أو يسمعه، وابتدى يوسف سباعي رحمة الله عليه الروائي دفع 50 جنيه للسرير يقيم عليه، وحملة للفنانين جميعهم، فريد الأطرش 100 جنيه، عبد الحليم حافظ 50 جنيه، شادية 20 جنيه، 15 جنيه، حلمي رفلة، وبعض أحمد مظهر ومريم فخر الدين كل واحد 5 جنيه، وساعدوه كلهم رحمة الله عليهم. ورحمة الله عليك يا عبد الفتاح يا أسري. سلام عليكم.